وحول إعلان تأييد السلام وإقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور عبد العزيز العجمان، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. مساء الخير دكتور عبد العزيز. مساء الخير علي، أمسي عليك ومسي على الأخوة المشاهدين. الله يمسك بالخير دكتور. مجلس الشورى والنواب رحب بإعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل، يعني كيف ستسهم هذه الخطوة في تعزيز مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها، كيف تقرأ ذلك؟ بداية أود أن أؤكد على أن هذا القرار السيادي الذي عبر عنه سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بإعلان إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل رحبت به السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب، لكونه يحقق المصلحة العامة للمنطقة والمصلحة القومية لمملكة البحرين، وهي خطوة تاريخية اتخذتها مملكة البحرين تجاه تحقيق هذا الهدف، انطلاقا من رؤية شاملة للقضية الفلسطينية. وقد حظيت هذه الخطوة بإشادة واسعة ونظرا لأبعاد وإيجابية هذه المبادرة. أن مملكة البحرين عرفت على امتداد تاريخها بأنها مهد الحضارات وبلد التعايش والسلام والمحبة، وعلاقتها الدولية والدبلوماسية قائمة وفق هذه المبادئ والأسس التي تترسخ وفق رؤية حكيمة لجلالة الملك حفظه الله ورعاه. نعم. وبما يؤكد على جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وكما أشرت فإن لهذه الخطوة أبعاد إيجابية كبيرة، خصوصا وأن المنطقة تواجه تحديات عديدة تتطلب خلق حالة من التعاون والتكامل وبناء المزيد من العلاقات الدبلوماسية بين الدول حتى تتضافر الجهود والمساعي لمواجهة هذه التحديات. ولا بد أيضا من التأكيد على أن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل سينعكس على ازدهار المنطقة واستقرارها بشكل عام. نعم. ولا يعني هذا التخلي عن الثوابت التي تقوم عليها السياسة الخارجية لمملكة البحرين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتي تحظى باهتمام مباشر من جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وهو ما يتجلى في أكثر من موقف. وقرار مملكة البحرين بتأييد عملية السلام مع إسرائيل سيدفع إلى طريق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمة القدس الشرقية. ومملكة البحرين طبعا من خلال هذه الخطوات والجهود تسعى لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة. نعم. فالاتفاقية ليست موجهة ضد أي طرف، بل هي اتفاقية لتحقيق مصلحة جميع الأطراف التعايش بسلام وأمن واستقرار. نعم. وهذا قرار حكيم من ملك حكيم وقائد فذ.